ازيكم يا بنات يا حلوين، عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني بفيديو جديد. بس قبل ما ابدا الفيديو، ما تنسوش لو انتم مش مشتركين اشتركوا في القناه ودوسوا على الجرس، وما تنسوش تابعوني على الفيسبوك واكتبوا لي تحت في التعليقات ايه الحاجات اللي انتم حابين اجربها الفتره اللي جايه. وشوفوا الفيديو للاخر، لو عجبكم اعملوا لايك وشير. النهارده برضو السلسله بتاعه الفيديوهات بتاعه كل يوم 3 منتجات وحاجه بتخص الميك اب او العنايه بالضوافر. حاول بس اعلي الصوت شويه عشان ما يبقاش فيه مشكله في الصوت. تمام. اول حاجه هتكلم عنها هي زيت ريشوب. زيت ريشوب من اكتر تمام من اكتر الزيوت اللي جابت نتيجه في تطويل شعري. بصراحه يا بنات الزيت ده مشهور جدا ويستاهل بصراحه الشهره. الزيت ده حلو جدا، بيطول الشعر، بيديله كمان ترطيب ونعومه شويه. بس طبعا نخلي بالنا ان احنا هنحطه على الفروة، ومطلوب منه ان هو على الفروة، فروة الشعر. هتدلكي بيه الشعر لمدة 2 أو 3 دقايق، وبعد كده هتلفيه وتغسلي الشعر بشامبو. تمام. بس زي ما قلتلكم قبل كده يا بنات، يا ريت يكون الشامبو طبيعي علشان تأثير الزيت ما يروحش من شعرنا. تمام. لان احنا عارفين الشامبوهات اللي فيها السولفيت والصوديوم والحاجات دي، او عموما الشامبوهات اللي بنشتريها حتى الطبيه، الحاجات دي بتنشف شويه الشعر. فاحنا محتاجين حاجه تكون عشبيه طبيعيه عشان لما نعمل حمام الزيت يعمل معانا نتيجه حلوه. احسن حاجه تستعملوها في القصه دي هي شامبو الصدر. شامبو الصدر ده من احسن الحاجات اللي ممكن تستعملوها لشعركم، بجد بيطول وبينعم الشعر وحلو جدا. تمام. سعره كان، انا كنت قلت لكم هو كنت جايباه بحاجه 90 جنيه. تمام. وفي منه اصدارين، اصدار خليجي اماراتي وهندي تقريبا، مش متذكره قوي. بس هو عموما في منه علبه بلاستيك وعلبه ازاز. انا اللي انا جربتها هي العلبة البلاستيك وكانت ممتازة معايا. تمام. فده من الحاجات اللي انصحكم بيها يا بنات، هاتوها بجد لو عايزين شعركم يطول. مع بقى تطويل الشعر، انا عارفة ان انا هنط منتج بس مش مشكلة. مع تطويل الشعر لازم يكون عندكم حديد. ده حديد وفوليك وفيتامين بي 12 وبي 6 وزنك ونحاس. ده حلو جدا يا بنات، سعره كان 66 جنيه. تمام. الفيتامين ده حلو، او الحديد عموما مهم، لان الحديد نقصه بيسبب ان الشعر بيهيش. انا مش عارفة دي بتاعت الزيت بتغرب بس مش مشكلة. تمام. نقص الحديد بيسبب انه الشعر بيهيش وبيبقى ما بيطولش. لو انت مهما تجيبي في منتجات وشعرك ما بيطولش، اعرفي ان انت عندك مشكلة في الحديد. تمام. فلازم تجيبي حديد. من الافضل ان انت تعملي تحليل دم عام على جسمك عن نقص الفيتامينات اللي في جسمك عموما، وتشتري بقى الفيتامينات اللي انت محتاجاها. بس على العموم احنا بنبقى عارفين احنا ما بناكلش ايه. يعني انا مثلا من الناس للاسف مش مهتمه ان انا اكل سبانخ او حاجات فيها حديد. وعلى فكره السبانخ لما بنسلقها ونقطعها ونحطها في صلصة ملهاش اي فايدة خالص. السبانخ بتتاكل فريش، كل ما بتتسلق او كل ما بتتعمل لها طبخ كتير كل ما الفيتامينات بتاعتها ما بتروح. فالسبانخ من الحاجات لو عايزاها كلها فريش افضل. حتى في ناس كمان بتحطها في السلطات. بس على العموم انا قصة الحديد مهملة فيها، فبشتريه. باخد واحدة بعد الاكل بساعة، وبستنى ساعتين بعده. تمام. يعني بعد ما باكل بساعة باخده وبستنى بعد ما اخدته ساعتين وبعد كده اكل تاني. انا بحب اخده في الغدا. تمام. لازم تكون قبله ما قبله بساعتين كده ما اكلتيش حاجة فيها كالسيوم خالص، ولا بتشربي حاجة فيها قهوة ولا نسكافيه ولا بيبسي عشان ما يبوظ من مفعوله. حاجة فيها كالسيوم عشان الكالسيوم والحديد هيكسروا بعض. يعني الكالسيوم هيكسر الحديد في جسمك، والقهوة والنسكافيه والحاجات دي هيقلل من مفعول الحديد.
فخلي بالك طبعا الكلام ده قبله بساعتين برضو وبعده بساعتين. غير كده ايه، انتي في التمام، بس حاولي ان انتي في الفترة بتاخدي فيها حديد تقللي فيها النسكافيه وقهوة والحاجات دي وانتي بتشربي كتير. معلش انا عارفة ان الموضوع بيبقى صعب شهر، بس خلينا ايه نستحمل. طبعا هو بيبقى شهر وبتوقفيه 3 شهور وترجعي له تاني. عايزة نتيجة حلوة من الحديد، خدي معاه فيتامين سي. فيتامين سي ده من الحاجات الحلوة جدا في قصة الحديد، حلو قوي قوي بجد، بيدي نتيجة كويسة جدا تمام، وبيساعد ان جسمك يمتص الحديد بشكل كويس. فيتامين سي برضو رخيص، يعني 15 جنيه 12 جنيه حاجة زي كده، فمش غالي ابدا تمام. فده برضو من الحاجات اللي بيساعد في تطويل الشعر وبتمنع الهيشان جنب الزيت تمام. عشان في بنات برضو قالت لي ان انا اتكلم عن تطويل الشعر، فهو مبدئيا كده خدوا حديد والزيت زيت ريد شوب، بس اتاكدوا ان عندكم الحديد مش حلو في الجسم ان انتوا تاخدوه. يعني الحديد ما تكونش عندك الحديد اصلا في جسمك نسبته كويسه، او انت بتاكلي اكل فيه حديد وتيجي تشتري حديد وتاخديه، ساعتها انت كده بتدمري جسمك لانه زياده عن اللزوم مضر تمام. فلو انت ما بتاكليش حاجه فيها حديد بس خدي. هتكلم بقى عن الكريم ده من بايوديرما. الكريم ده حلو جدا جدا بصراحة، ده اللاين بتاع البشرة الجافة. ده يا بنات حلو الناس اللي عندهم اكزيما، انا عندي اكزيما وبتجيلي في الصيف ما بتجيليش في الشتاء. لو انت عندك احيانا كده في الصيف مش عارفة بيجي حاجة زي احمرار كده، عامل التهاب في الجسم في حتت في الجسم، ده ممتاز جدا ليها سواء كانت في الرجل او في اي حتة في جسمك. امن للاطفال على فكرة، لو في حمو النيل اللي بيجي في الصيف ده ودهنتي منه وجبتي كمان الصابونة بتاعته، انسي حمو النيل ده مش هيبقى موجود. طبعا حمو النيل ده بيبقى في الصيف حاجة بشعة، وبيجي الناس نتيجة الحر، وفي ناس بشرتها فعلا بتبقى حساسه قوي، فده من الحاجات اللي انصحكم بيها. طبعا ده اقوى حاجه ممكن تستعمليها للبشره الجافه. يعني لو انت جبتي كريمات وما جابتش معاكي نتيجه في البشره الجافه، لازم تشتري ده. حلو جدا، بيقعد فتره طويله حتى لو بشرتك جافه، قصدي دهنيه، هاتي وحطي منه كميه صغيره. على فكرة حلوة، يعني انا حتى في الصيف بستعمله، بس بيبقى يعني بيبقى حتة صغيرة بس اللي بستعملها، مش كبير تمام. مش عارفة ليه الكريم بيروح، بس مش مشكلة، قصدي الزيت بيروح. كمان عايزة اقول لكم ان هو بعد الفتلة حلو جدا برضو. لو انتوا بتستعملوا فتلة او شيفينج اللي هو ازالة الشعر، في ترطيب الجسم حلو جدا. لو انت مكان الاساتك بتاعت الهدوم والحاجات دي بيجيلك جفاف شديد، استعمليه برضو ممتاز. اللي بيخص بقى الميك اب اللي انا هتكلم عنه هو الفاونديشن ده من لوريال. الفاونديشن ده انا بعشقه، بس للاسف هو خلاص بقى اكسبايرد فمش هستعمله. انا كنت استعملته يعني حتى حبه حلوين، يعني فاضل منه شويه كده. ده يا بنات من افضل الحاجات اللي استعملتها في حياتي للبشره الدهنيه تمام. كفاونديشن استخدام يومي، مش كفاونديشن مناسبات وكده. تخطيطه كانت من خفيفه لمتوسطه، كان شكله ناعم على بشرتي، كان حلو جدا بصراحه، وكان بيدي شكل طبيعي وجميل جدا. ما فيش مره حطيت فيها الفاونديشن ده غير البنات كانوا بيسالوني انا حاطه ايه. بحس كمان ان هو بيدي حاجه زي نضاره للبشره بصراحه، مش عارفه ازاي بصراحة. انا انصحكم بيه جدا، هو حلو قوي. فاونديشن بتاع لوريال ده حلو جدا. بس لو انت بشرتك جافة برضو على فكرة مش هيبقى وحش، بس خلي بالك انك هتبقي محتاجة ترطبي قبله، او تجيبي زيت جاف مثلا وتخلطي بيه، هيبقى ممتاز جدا معاكي بصراحة، كان يستاهل كل الفلوس دفعتها فيه. انا لازم ما استعملهوش بعد ما بقى اكسبايرد خلاص، عشان لو استعملته او انت استعملتي حاجة كريمي على بشرتك وهي انتهت الصلاحية، هتتأكسد على بشرتك، هتتحول لون رمادي على طول، فهيبقى ملهاش لازمة، فنرميها بقى وخلاص.
فبس يا حلوين، ده كان الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى تكونوا استفدتوا. بس ما تنسوش لو عجبكم اعملوا لايك وشير، واشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية.